ماتش برلين، وكذلك كانت عندها منظمة تونس فتاة من قبل ذلك في 1907 عندما تم الإعلان عن تأسيس حركة الشباب التونسي لموفمون جون تونيزيا، وأصدر جريدته الناطقة باللغة الفرنسية أولا لو تونيزيان في 1907، ثم في 1909 تم إصدار جريدة ثانية تحمل التونسي باللغة العربية، وكان يشرف عليها وكلف إذن الشيخ عبد السعالبي برئاسة تحريرها. تفسر لنا حاجة محمد علي الحامي كذلك من بعد يقلع زاد عند يقلع اقتصاد سياسي عند الناس كانوا أصحاب إنجلز وماركس وغيره، وعليك محمد علي الحامي يقول يحيي في كتاب بتاع الحداد في كتاب العمال التونسيون والحكي الأخبية حيث بروفيسور كارل ماركس الذي ظل نبي الاشتراكية وغيره. دونك تقول أنت لكن وقتها نعرفوا أن الحزب الدستوري موقفش مع محمد علي الحامي في المحنة، لأنه المحاكمة والنفي والموت مات شهيد في الخارج هو. صحيح. إذن هو محمد علي الحامي اكتسب اللغتين اللغة التركية واللغة إذن الألمانية في أثناء استقراره في إسطنبول أثناء الحرب العالمية الثانية، والدليل على أنه لم يجد أي صعوبة في الانخراط في جامعة هومبولت ببرلين عندما سافر صحبة إذن أنور باشا والذي طلب اللجوء السياسي إلى برلين، إذن لم يجد أي صعوبة في الالتحاق بهذه الجامعة. التحق هذه الجامعة وهو يحسن إذن اللغة الألمانية، وبصفة في ثلاثة سداسيات بصفة مستمع حر أوديتور ليبر، ثم ثلاثة سداسيات الآخرة كان بصفة طالب مرسم. إذن المسألة واضحة لا غبار عنها، محمد علي له من الكفاءة من حيث اللغة يكسب إذن اللغة الألمانية ما جعله أن يلتحق إذن في جامعة برلين عكس ما روجت له الدعاية الفرنسية بأنه كان مغامر وكان إذن دخل إلى جامعة إذن شعبية إذن لا تقبل إذن أو تقبل كل من له ثقافة إذن محدودة من العمل، كل هذا غير صحيح. إذن محمد علي الحامي انخرط في جامعة هومبولد إذن بكفاءة لأنه فيه الشروط قلع معناها الاقتصاد السياسي، ثم انخرط في إذن في شعبة الاقتصاد السياسي. محمد علي الحامي المسألة المهمة جدا اللي هي ما كانش واضحة كما ينبغي، وبفضل المصادر الألمانية التي وفرتها لنا والرجوع إلى مصادر أخرى مهمة خاصة مذكرات أنور باشا التي كتبها باللغة الألمانية ثم بعد ترجمت اللغة العربية، إذن يتضح أن محمد علي الحامي اكتسب الوطنية وتعرف الوطنية عن طريق إذن علي باش حامة، ثم ازداد ذلك في برلين عندما اتصل بمحمد باش حامة. ومحمد باش حامة شخصية أخرى مغمورة مهمة جدا لعب دور كبير، ولقد ذكرت وقلت منذ حين أن من يعلم من التونسيين أن محمد باش حامبا هو الذي أول من طلب بإلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية وتطبيق الدستور ليس تطبيق الدستور تعرف متشنفدين دستور جديد وكتب عنه في جريدته لا ريفيو دو ماغريب. إذن له سبق كبير جدا هذا محمد علي كانوا شخصية تاريخية. هذا يفسر وانه محمد علي في شابيثر من كتاب العمال التونسيون ذو الحد القبية لأنه تأثر كذلك بالأفكار الاشتراكية. يقول يعني بعد شوية عبد ساترة يمكن الجناح الاجتماعي الدستوري كان فيه، يقول تاع الحداد شابيثر محمد علي يقول جاءنا محمد علي في البداية بأفكار لا تتسع لها البلاد، يعني فكرة التعاونيات وغيره ما كانوش يوعين بها التونس آنذاك. صحيح. إذن هو في الحقيقة الطاهر حداد لم يذكر كل ما يعرفه حول إذن محمد الحامي، كان يعرف الكثير عن محمد الحامي لكن كتب أو ما دونه في كتابه العمال التونسيون وظهور الحركة النقبية هو ما لا يكون له انعكاسات سلبية على محمد علي الحامي، لأن محمد علي الحامي بالنسبة للمخابرات الفرنسية حينذاك
هو يعتبر إذن من عنصر من عناصر إذن البروباغندا الألمانية الألمانية، ولذا لا يمكن له أن يعطي كل إذن المعطيات. إذن ما من خلال إذن هو يقول بهمنيش يسأل الشخص بهمنا فعله. إذن محمد علي الحامي بالطبع هو أراد أن يجسم المشروع الذي تحدث عنه محمد بشعنبة، وهو إذن بعث نقابة إذن وطنية. والمشروع هذا إذن خالج شقيقه علي بشعنبة في 1909-1910، لكن إذن الرجوع إليه في ظروف إذن جديدة بعد انتصار الثورة البولشيفية، خاصة أن محمد الحامي في زيارته الأولى إلى تونس، لأنه غادرها في 1911، إذن الزيارة الأولى هي 1922. في 1920 الذي يجلب الاهتمام أنه زار تونس في شهرين مهمين في تاريخ تونس المعاصر، في تلك الفترة التي كان هدد فيها محمد الناصر بالاستقالة. إذن وحاصلوا الاقتناع الفرنسي. إذن هذا الحضور إن دل عن شيء فإن يدل على أن هناك اهتمام كبير بمصير تونس حين ذلك من ناحية الوطنية. هذا مهم جدا. ثم أن محمد الحامي حين ذلك كان يعلم أن القانون الفرنسي وقانون بلداك وغسو يمنع، إذن لا يرخص لإنشاء نقابة وطنية تونسية، إذن ليس هناك ترخيص نقابي في هذا الشأن. إذن ففكر في مسألة الجمعيات، وكيف تقول ربما لنا كيف وصلت هذه الفكرة إلى محمد علي في تكوين التعاونيات؟ إذن طلب من الطاهر الحداد أن يبحث على قانون الجمعيات، والطاهر الحداد يذكر كيف أنه بحث في قانون الجمعيات، وهذا قانون الجمعيات إذن مكن محمد علي من بعث إذن تلك التعاونية، وهذه التعاونية هو غطاء إن صح التعبير لدائما الاستعداد للنقابة، لأن أكيد جدا. وكان يحيى الاستقلال، يعني أنا نقرأ معناها النص نتاعو حول وفاة بي تونس. نعم. يقول بيد أنه، هذا اللي كتبه محمد علي الحامي. نعم. بيد أنه قبل مماته يحكي على ناصر بي بمدة قليلة أظهر بعض مبادئ حرة أجلبت إليه بعض إحساسات الشعب المطالب بالدستور، سيما عند محاولته لدى الحكومة الفرنسية بإعطاء استقالتها الأمر الذي لم يسبق مثله في تاريخ العائلة الحسينية. هذا ما وجب ذكره من أعمال هذا البي، صدعنا به خدمة الحقيقة، معلقين أملنا الوطيد في البي الجديد الذي يشاع عنه أنه مستقل الأفكار ومن المجاهدين في نيل الحرية إلى البلاد التونسية الزاهرة. مات الملك ليحيى الملك، لو روي مور فيف لو روي. يعني مقال رهيب جدا اللي يخرج عام 22 بيد محمد علي الحامي، والناس يقول لك لا كان عام 46 حكى الاستقلال، هذا ما حكى الاستقلال من وقته. نتجاوز محمد علي الحامي لانه يقول تاريخ حركه نقابيه تو يخرج مع الاتحاد تلقى تصويت محمد علي الحامي بالقلب في قناه حاطين ياسر فتحت حشاد تلقى حمد التليلي قال حبيب عاشور، ثم شخصيه اخرى اللي عاود تاسس السجلتي اللي هو بالقاسم الجناوي، وهي شخصية كذلك محورية وهو أصله من المتوية وليس من الحامة. نعم صحيح. إذن بارك الله فيك. إذن السؤال وجيه. بالقاسم الجناوي إذن شخصية نقابية دستورية لا لبس فيها. بالقاسم الجناوي ساعة قبل كل شيء هو أصيل بطبع المتوية، وهو مؤسس نقابة الكرارتية في مطلع العشرينات. هل تعلم سي سفيان أن الحبيب بورقيبة كان حاضرا بصفته مراسل جريدة صوت التونسي لافوا دو تونيزيان عند تأسيس نقابة الكرارتية في 1930، وكتب عنها الحبيب بورقيبة في صوت التونسي. إذن الحبيب بورقيبة، علاقة الحبيب بورقيبة مع بالقاسم الجناوي علاقة وطيدة على مستوى تأسيس لنقابة الكرارتية، ثم على مستوى السجن معا في برج الباب. أن بالقاسم الجناوي تم اعتقاله إثر مظاهرة كبيرة حصلت في تونس وزجه إذن ونفيه في برج الباب،
وكان إذن في البيت الذي كان محتجز فيه الرئيس بورقيبة. إذن العلاقة من عليه شو هي العلاقة اللي كانت متوترة بين بلقيس الجنائي والهجري في بنزرت بالذات إذن تتمثل في أن بلقيس الجنائي كلفه الحزب الديوان السياسي الحبيب بورقيبة والهادي منيرة بتأسيس بإعادة إحياء جامعة عموم العمل التونسي الثانية، وكان له ذلك وأسس نقابات أساسية مهمة جدا. والشيء المغيب أن الحزب الحر الدستوري الجديد جند كل مناضليه في تأسيس هذه النقابات الأساسية، ومنها الهادي شاكر ويوسف الرويسي والطاهر صفر والهدي مير هذوما تم تجنيدهم، وأسسوا نقابات أساسية في الشمال في الوسط الغربي وفي الجنوب. كل هذا مهم جدا. إذن جامعة عموم العمل التونسية الثانية كان لها إذن حضور دستوري أكيد 100% ومن كان ينافسها ومن كان يعمل لإسقاطها هو اتحاد النقابات الفرنسية الذي كان يتزعمه حين ذاك في الثلاثينات خلف جواكيم دوران اللي هو ألبير بوزونكي. ألبير بوزونكي كان ضد كانت عندهم سجلتي نون ديبارمونتال يقولوا سجلتي. نعم. أنا ننصح